يو السلام عليكم خوتنا وشراكم، ان شاء الله تكونوا بخير. الف مليار نعمه كما العاده معكم سيدي فازيون في فيديو جديده. على بالكم اللي كل سنه يتغير الرانكينغ تاع جوازات السفر، وهذا العام كاين سوربرايز، حاب ندير لكم واحد الرانكينغ جديد اللي خرج في 2019. اول حاجه على بالكم باللي في اول مره في تاريخ جوازات السفر، ولا في تاريخ ترتيب الجوازات السفر، في اول مره كاين جواز سفر عربي في المراتب الاولى، عمرها ما كانت. العام اللي فات، السنه اللي فاتت كانت الامارات في المرتبه 25، وهذا العام الجواز الاول the most powerful passport in the world، يعني اقوى جواز سفر في العالم، جواز عربي. خاوتي اكو واجدين باش نروحوا نشوفوه، ليتس جو. خليني نوريكم كاع الرانكينغ تاع الجوازات سفر العشر الاوائل، ومن بعد هذيك راح نوريكم الجواز تاع شمال افريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا وليبيا. هذا هو خوتي، ليتس جو. بسم الله خوتي، مرحبا بكم. كما قلت لكم مرحبا بكم في اللابتوب. دوكا لهنا ان شاء الله راح نحاول نعمل لكم نفهمكم كاع على الباسبور اندكس. كما راكم تشوفوا لهنا مكتوب باسبور اندكس، دوكا نخلي لكم هذا اللينك لتحت، نخليه لكم باش اللي حاب يدخل يشوف كاع المعلومات، الجواز سفر تاعو مثلا، اللي عنده جواز سفر جزائري، تونسي، مغربي، ولا او جواز سفر تاع الخليج، يعني يقدر يدخل ويشوف الرانكينغ تاع الجواز سفر تاعو. المهم احبابي، بسم الله كما قلت لكم هامليك، هادو التغييرات اللي صراو من 2018 حتى لهاد العام 2018 2019. شوفوا هادو احسن الجوازات اللي تغيروا. شوفوا مثلا الامارات العربيه المتحده، United Arab Emirates، طلع 36 دولة فتحت له أبوابها. ومن بعد هذيك عندنا كولومبيا اللي فتحوا لها 15 دولة أبوابها، ألبانيا 14، البيرو 13 دولة، الأوروغواي 12، الصين فتحوا لها 12 دولة، صربيا، ومن بعد هذيك هاي ليك وهكذا حتى لتحت. دوك نديرو واش نديرو دركا؟ نديرو الرانكينغ. الويلكومينغ معناها جدد، يعني جدد الويلكومينغ، لا الويلكومينغ هادو يعني البلدان اللي يدخلوا لهم، اغلبيه البلدان بدون تاشيره. مثلا في العالم كاع اسهل بلد اللي تدخله، يعني اي جواز يكون عندك يدخلك لهاد البلاد، هي بوليفيا، كامبويا، كوموروس، كوديفوار، جيبوتي، اثيوبيا، غابون، غينيا بيزاو، ليسوتو، مدغشقر، مالديف، ميكرونيزيا، موزمبيق، قطر، رواندا. شوفوا كاين القطر، يعني واحد من اسهل الدول اللي تدخلوها في العالم، قطر اللي يسمح 100 قريب 200 دولة يدخلوا بلادها بدون تأشيرة. راكو تشوفوا احبابي. دوكا الانديفيديوال نديروا الجلوبال. اي والله دوكا نوصلوا للجلوبال احبابي. شوفوا ونديرو الرانكينغ لأول مرة خاوتي لجواز عربي يحتل المراتب الأولى. أول مرة يحتل المراتب الأولى، يعني عمره ما كان في المراتب العشرة الأولى. واليوم مثلا الجواز الإماراتي السنة اللي فاتت كانت في المرتبة 25، دوك نشوفوه. وأول مرة يعني جواز عربي في المراتب الأولى، وبالتحديد في المرتبة الأولى. هاكو تشوفوا هاو الجواز الإماراتي يسمح لك تدخل 169 دولة. في المركز الثاني، دايما الاوروبيين متحفظين على الصدارة، هاو في المركز الثاني كان لوكسمبورغ، فنلندا، جرماني، اسبان، 167 دولة. ومن بعد هذيك المركز الثالث وين كاين بزاف دول، شوفوا معايا في المركز الثالث شحال كاين من دولة. كاين الدنمارك، السويد، ايطاليا، سنغافور، نيدرلاندز يعني هولندا، اوستريا اللي هي النمسا، بورتغال، سويسرلاند، ساوث كوريا. هادو قاع في المركز الثالث. ومن المركز الرابع كاين فرنسا، بلجيكا، اليونان، مالطا، النرويج، اليابان، ايرلندا، والولايات المتحدة الامريكية.
يعني حتى بريطانيا ما وصلتش تكون في هاي في المرتبة الخامسة. بريطانيا هاي، ليتوانيا، ايسلاند، يونايتد كينجدوم، وكندا هادو احتلوا المركز الخامس. المركز السادس هاو تشيك ريبوبليك، هنغري، سلوفينيا، هادو في المركز السابع. وش كاين لاتفيا، استونيا، سلوفاكيا، نيوزيلاند. المركز الثامن بولندا، أستراليا. في المركز التاسع تشيبروس. على بالكم باللي قبرص واحد من أسهل الجوازات اللي حاب يشري جواز سفر مثلا في العالم، هي واحد من أسهل الجوازات اللي كاينة في أوروبا. كاين ثلاث جوازات سهلين اللي هي قبرص، مالطا، وأوستريا، يعني النمسا. لكن النمسا لازم يكون عندك 2 مليون يورو. مالطا ممكن يكون عندك 1 مليون يورو، لكن الشيبر او تشيبروس قبرص بنصف مليون يورو، يعني 500,000 يورو تقدر تشتري الجواز سفر. ماليزيا، وفي المركز العاشر رومانيا وحده بالمنفرد. اي والله دوكا نروحوا الجوازات تاعنا خوتي، الجوازات تاع المغرب العربي. اولا اللي ما راهمش باينين هنايا كاع في الرانكينج، مالا نديرو بام بام اكسبلور باي ريجن. اوبا كنت صح، معليش شوفوا ترند، شوفوا الترند هذا العام واش صرا. الامارات العربيه شوفوا كيفاش كانت. هاي كانت في 2015 كانت في المركز، ماشي في المركز، كانوا يسمحوا لها 122 دولة يدخلوا لها بدون تأشيرة. 2016 ما تبدلش، 2017 الاتحاد الأوروبي فتح لهم الأبواب، يعني وصلوا حتى 132 دولة. وهذه هي السنة اللي الاتحاد الأوروبي فتح الأبواب للإماراتيين، وصل حتى 168 دولة يدخل لها، يعني زيادة الصين وروسيا. مع الوقت ممكن ينحوا كاع دول الخليج، راح ينحوا لهم تأشيرات، خاصة البلدان اللي فيهم مليون نسمة كما سلطنة عمان، الكويت، البحرين، قطر، هادو ممكن قريبا ينحوا لهم كاع التأشيرات. والله دوكا نروحوا historic no change global no نديرو compare. دوكا نكتبو مثلا لهنايا الجيريا، نكتبو الجيران تاوعنا تونيزيا، موريتانيا، موروكو، وليبيا. امريكا يعني في المركز، شوفوا على بالكم واش تغير لهنا. تغير الجزائر اللي كان العام اللي فات السنه الماضيه كانت 48 دوله تسمح لنا الدخول بدون تاشيره، 48، واليوم وصلنا ل 60 دوله. تونس فاتت ولات 71 دوله، تونس ولات 71 دوله، زاد طلعت ثاني. المغرب 68. موريتانيا السنة اللي فات كانت أحسن منا، الجواز تاعهم كان أحسن من الجواز الجزائري، لكن هذا السنة فتناهم بواحد. والجواز الليبي ما زالوا في المراكز الأخيرة. المهم هاد كيف يسموهم هاد المقارنة، هاد المقارنة هادوما ممكن نديره لكم ان شاء الله في فيديو خاص، يعني في فيديو خاص باش ما يكونش الفيديو طويل. هذا ما كان خوتي، حبيت برك نوري لكم الرانكينج تاع اقوى جوازات السفر والجوازات العربية وين راهي، وش من الرانكينج راهي ديستينيشن البانيا. خلوني اخرج لكم من هيك ونقول لكم تهلاو في روحكم حبابي. خاوتي حتى لهنا وين وصلت الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. كما شفتوا كاع
واش درت لكم. واذا حابين نديروا لكم مقارنه ما بين جواز التونسي الجزائري والمغربي راح نديروها لكم عن قريب ان شاء الله. هذا كان معكم سيدي فازيون، نحبكم كاع كيما راكم، من الشرق للغرب من الشمال للجنوب. بيس اند لوف، تشاو، سلام.